استهدف طيران العدوان السعودي بيت الشباب القديم وصالة الجمباز في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر بمكتب الشباب والرياضة بالحديدة أن طائرات العدوان قصفت بيت الشباب القديم وصالة الجمباز بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل مع المعدات التي كانت بداخلها. وأشار إلى أن الصالة الرياضية المغلقة والمباني الإدارية لبيت الشباب طالتها أضرار بالغة جراء قصف العدوان، مؤكدا عدم وقوع أي ضحايا نتيجة القصف. إلى ذلك، عبر الشباب الرياضيون والمكونات الرياضية والأندية والشبابية ومكتب الشباب والرياضة بمحافظة الحديدة عن استنكارهم وإدانتهم لاستهداف العدوان السعودي الغاشم للمنشآت الشبابية والرياضية، معتبرين ذلك عدوانا على كل رياضي وشباب اليمن. وأكد الرياضيون والشباب أن هذه منشآت رياضية وشبابية لا علاقة لها بالسياسة، منددين باستهداف البنية التحتية للرياضة اليمنية من قبل العدوان السعودي. تمكن رجال الجيش واللجان الشعبية من اقتحام موقع الحاجر السعودي بعسير والسيطرة عليه كليا، وتم خلال الاقتحام تدمير 8 آليات عسكرية.